مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف الأولى. الضيف ديالنا اليوم هو السيد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنة وسياسة المدينة. سي بن عبد الله، مرحبا بكم في القناة الأولى. أهلا وسهلا، شكرا لكم على الاستضافة، أواشركم مباركة للحضور الكريم لجميع المواطنات والمواطنين. رمضان مبارك سعيد. الله يبارك فيك السي بن عبد الله. أيضا سوف يشاركني ويساعدني في تنشيط هذه الحلقة الصحفيين السي عبد الحق بن الشكر، صحفي بجريدة أخبار اليوم، والصحفي الجلالي بن حليمة، صحفي بجريدة الأحداث المغربية. مرحبا بكم أيضا. سي نبيل بن عبد الله، السيد الأمين العام، السيد وزير السكنة وسياسة المدينة، قبل ما غادي نبداو نتكلموا في المحاور، هي عديدة ومهمة: السياسة العامة، الحصيلة الحكومية، الحصيلة ديال القطاع ديالكم وزارة السكنة وسياسة المدينة، وأيضا واحد يمكن نوقفوا شي شوية على الوضعية ديال الحزب ديال التقدم والاشتراكية واستعدادات الانتخابات والاستحقاقات المقبلة. ولكن قبل ذلك يمكن غير تعقيب على بعض الأحداث اللي وقعت مؤخرا. يمكن غادي نبداو نعطيكم بعدا حق الرد، إن الحلقة الماضية كان في المكان ديالكم جالس سي إدريس الشقر، كاتب الأول ديال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اللي هو في المعارضة، واللي من تكلم عليكم وصفكم وقال: سي نبيل بن عبد الله اختار أن يكون محامي لحزب العدالة والتنمية وناطقا رسميا باسم عبد الإله بن كيران. على أي حال، هذا تعبير لا يستحق الرد، خاصة عندما يأتي من مستوى كلامي. أعتقد أنه لا يليق بما نحن بصدده اليوم في الساحة السياسية. فلذلك كيظهر لي كاين واحد المثلة غير جاهلية التي تقول الجمل خصو يشوف حدبته هو الأول. فمن الأحسن بالنسبة لمن يتكلم هكذا أن ينتبه إلى وضعية حزبه وأن يترك الآخرين، ومنهم حزب التقدم الاشتراكي، يشقوا الطريق ديالهم. أما نحن فلا حاجة لنا فإننا نكون البوق ديال أي كان أو الناطق الرسمي ديال أي كان. ومن الغريب حقيقة أنه نكتشفوا هكذا بأنه هذا حزب اللي هو حزب التقدم الاشتراكي اللي عنده اختيار، واختيار صعب، ودخل لهذه الحكومة وقرر ذلك بموجب قرار ديمقراطي مستقل، وكان سطر على مستقل بالنسبة لمن يروج لهذا الكلام، مستقل، وهذا حزب مستقل. أما آخرين خصهم يتسألوا على هذه الكلمة هذه واش موجودة ولا ما موجودة. يعني حزب الاشتراكي للقوات الشعبية ماشي حزب مستقل. على أي حال أنا كنقول كلامي. قالوا سي إدريس الشقر، قالوا أيضا حتى سي حميد شباط. وعلى اي حال ديال حزب الاستقلال كيروجوا، يعني كيقولوا هذا هو الثمن الغالي اللي كيأدي سي نبيل بن عبد الله. انا غنعطيك واحد المساله وغتقول لي واش فيها شي منطق ولا لا. تفضلوا. هذا حزب قرر ان يشارك في هذه الحكومه، واخا بقرار مستقل. ولما قرر انه يشارك في هذه الحكومه من بعد ثلاث سنين ونصف ومن التجربه ديالها، عدد من الاوساط اعتبرت بانه قرار جريء، لكن في نفس الوقت كيطرح علينا تساؤلات. لانه احنا حزب يساري نتحالف مع حزب اللي عنده مرجعيه محافظه، ولذلك كان من الضروري اننا نثبتوا بانه هذا الاختيار اختيار صحيح. طيب، احنا قمنا بها ثلاث سنين ونصف. غادي نجاوب. هل تعتبري الا سمحتي ولا لا؟ غير خليني نجاوب، لما تطرح لي سؤال غتخليني نجاوب. طيب، نجاوب غير بسرعه باش نقول لك ثلاث سنين ونص. ثلاث سنين ونص بجمله؟ ثلاث سنين ونص من بعد المشاركه. واش ماشي من حقنا ان ندافع عن رصيدنا ورصيد هذه الحكومه؟ واش البعض يتصور بانه احنا غنبقاو نتفرجوا فيهم كيتراشقوا فيما بينهم؟ حزب التقدم الاشتراكي ما يهضرش، لا هذا حزب غيهضر، هضر وغيهضر ومازال غيهضر ومازال غيدافع على هذه التجربه لانها تجربته كذلك، وغيدافع على رصيد هذه الحكومه لانها حكومته كذلك، وغيدافع على رصيد وزراء الحاضرين معنا. عندكم ساعه ونص أرى ما تدافعوا على الحصيلة ديالكم كما كتسميوها. النقطة الثانية الفاجعة ديال الغرق ديال 11 طفل في شاطئ السخيرات، واللي كيتسمى اللي قرب واد الشراط ولا شاطئ الشراط كما بغيتوا. فاجعة كما قلتم، أصابت الشعب المغربي، أصابت ساكنة بن سليمان،
وكنا كما تعلمون متواجدين بالمدينة، بحيث أن كان عندنا مهرجان خطابي مقرر في المدينة والغناء بسبب هذه الفاجعة. ولذلك أقول أجدد تعازي بالنسبة للأسر ديال الضحايا، وأريد أن أقول أنه بالنسبة لواقع الآن اللي مطروحة وهي المرتبطة بالحالة ديال السي مصطفى العمراني، أعتقد أن الجميع اليوم يعتبر بأن السي مصطفى العمراني ليس قاتلا أو مجرما، وبالطبع العدالة عليها أن تقوم بدورها ونحترم ذلك، لكن من الضروري أن نعبر عن تعاطفنا، خاصة أن الأسر بنفسها تتعاطف مع السي مصطفى اللي فقد بنته في نفس الفاجعة، ونتمنى. ثم ملي كتقولوا هذا الكلام ديالكم السي نبيل بن عبد الله، الكلام ديالكم معتدل، كتقولوا بانما العدالة غادي تقول الكلمة ديالها. هذا الشيء ما قالوش مثلا السيد رئيس الحكومة إلى بن كيران مؤخرا، واحد اللقاء اللي جمعوا مع بعض النشطاء ديال ما يسمى بالويب او النشطاء ديال مواقع التواصل الاجتماعي، سي بن كيران قال بانه هذا الشيء ماشي معقول، هذاك المدرب يبقى في السجن، على هذا الشيء اللي قرينا في الصحف واكدوا في الاجتماع ديالو اللي عقدوا مع الصيادله ديال حزب العداله والتنميه يوم الاحد. قالوا اتصلت بالسيد الرميد وزير العدل وقلت له هذا الشيء ماشي معقول، هذاك السيد يبقى تماك في الحبس، والمهم هو راه ما تعمد هذاك الشيء، يعني اصدر احكام وكانه هو القاضي قضاة، لان القضيه راه عاد في يد القضاء. يعني واش ما كتعتبروش هذا تدخل في القضاء من رئيس الحكومه كيقول وزير العدل ماشي معقول هذاك السيد يبقى في الحبس؟ ثم كامين عام ديال واحد الحزب ديال التقدم والاشتراكيه، حزب تقدمي اللي عانى من عدم استقلاليه القضاء في شي وقيته، واللي المناضلين ديالكم حتى هما دخلوا للحباسات وعانوا الى اخره، ملي كتشوفوا رئيس الحكومه بهذه التصريحات بحال اللي وكانه يرجعنا الى الوراء، واحد الوقت اللي الحكومه ولا السلطه التنفيذيه كتحكم في القضاء وكتبقوا يعني ساكتين، واش ما كتشوفش بانما هذه مفارقه غريبه؟ اعتقد انك ضخمتي كثير من الامر، كثير جدا. من السيد رئيس الحكومه يقول للممثلين ديال ما يسمى بنشطاء الويب، كيقول لهم تحركوا دابا غير نتفاهموا وعبئوا، واش ماشي هذا كيدعو غير نتفاهموا فيما يتعلق بالبرنامج؟ إذا غطرح سؤال وتخليني نجاوب هو هذاك، إذا كنت في الماء غنبدا نجاوب غتقاطعني. طيب أنا كنقول لك بأنما تضخموا الأمر، أولا رئيس الحكومة من حقه أن يعبر على تعاطف، وأنا كذلك عبرت على تعاطف في موضوع هذا المواطن الذي أصيب كذلك في 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 في, في دمه، أصيب في 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 حياته الشخصية، وبالطبع الأسر هي كذلك معنية والأسر تتعاطف معه. وفوق هذا وذاك أعتقد أنكم كتاخذوا غير شق واحد، ما خديتيوش أي شق، أنتم اللي كتكلموا على الاستقلالية العدالة ديال الجواب ديال السي مصطفى الرميد اللي هو وزير العدل والحريات، بحيث أنه أكد بأنه على أي حال هذا أمر مطروح بحال اللي اكدته انا شخصيا، ولكن اكد في نفس الوقت بانه يتعين ان نترك ان العداله تقوم بدورها، ونتمنى ان تكون النتيجه هو الافراج على السي مصطفى العمراني. او لا العكس، الا ثبت القضاء بانما كانت عنده مسؤوليه، خليه القضاء يقوم بالعمل ديالو السي نبيل بن عبد الله، يعني هذا الشيء اللي كنطمحوا له. على شنو قال؟ شنو قلنا لك دابا؟ كتهضر بحال الا جاوبناك بعكس ذلك. نقول لك بأنه على القضاء أن يقوم بدوره، إذن هذا ما نؤكده، لأن باقي كتعقب وكأننا احنا ضد هذه الفكرة. طيب احنا نؤكدها ولا أحد ينازع في ذلك، والجواب اللي كنقدمه السيد وزير العدل يسير في نفس الاتجاه. طيب المشاركة ديالكم في الحكومة ديال 2012 اللي كيتزعمها حزب العدالة والتنمية مع الحلفاء آخرين، نذكر حاليا حزب التجمع الوطني الأحرار وحزب الحركة الشعبية، أنتم يعني في كتبرير يعني الدخول ديالكم للحكومه ومن حقكم، يعني عطيتهم مجموعه ديال التبريرات، منها انكم غيدخلوا باش تكونوا ضمانه ولا صمام ضمان للحفاظ على الحريات الفرديه مثلا في مواجهه واحد يعني وفد جديد عنده مرجعيه دينيه. قلتوا بانه غادي تدخلوا تحافظوا يعني على المكاسب وتزيدوا تحققوا مكاسب للشغيله والطبقات الوسطى. قلتوا بانكم غادي تكونوا يعني تاثروا على سياسه الحكومه يعني في هذا المجال. واش كتشوفوا يعني من بعد دابا تقريبا 4 سنين حققتوا هذا المراد ديالكم؟ اعتقد اننا حققناه، لاننا عندما قمنا بهذا الاختيار قمنا به لانه اعتبرنا بانه وقع في المغرب ما وقع،
هذا ماشي جا اختيار هكذا، اختيار لاننا كنا نريد اننا ندخلوا الحكومه ونستمروا في حكومه، جا اختيار لان المغرب عرف واحد انحرافات معينه مباشره من بعد سنه 2007 2008 وواحد النوع ديال رغبه في السيطره على الحياه السياسيه وعلى الحياه الداخليه لبعض الاحزاب. كنا حزب سباق الى مواجهه ذلك، وفي ذلك بشكل غير منسق وجدنا في الساحة كذلك الإخوة في العدالة والتنمية الذين كانوا يعبرون عن نفس الموقف. وقعت الأحداث ديال 2011 ونداء صريح ديال الشعب المغربي أنه يريد مزيد من الإصلاح، مزيد من الحرية، مزيد من الكرامة، مزيد من العدالة الاجتماعية، وكان هذا هو الشعار ديال الشارع آنذاك. وقع دستور جديد، جات انتخابات، هذه الانتخابات أعطت بشكل حر ديمقراطي الصدارة لحزب العدالة والتنمية. تطرح علينا سؤال، شنو هو الموقع الطبيعي ديال حزب التقدم الاشتراكي؟ فين خصو يكون اليوم؟ واش خصو يغلب تصورات دغمائية جامدة مرتبطة بمبادئ عامة هكذا وما يدخلش فيها ويقول لا، أو أنه يتعين أن ينصت إلى نبض الشارع وإلى النبض ديال الشعب ويقول طيب خصنا نكونوا في هذه التجربة، اعتبرنا أننا خصنا نكونوا فيها. لكن كان كيتطرح علينا سؤال، كيف نتعامل مع المرجعية المحافظة، المرجعية اللي يمكن تأثر بالنسبة لنا آنذاك فيما يتعلق بالحريات أو غير ذلك؟ ما مهمين في المعادلة الحسابية، كان يمكن تبقى في المعارضة تدخل الحكومة، يعني عادي ما كانتش يعني الحكومة آنذاك حزب الاستقلال العدالة والتنمية والحركة الشعبية محتاجين لحزب التقدم والاشتراكية بالنواب ديالو باش يكملوا الاغلبيه. انا ذاك نقولوا فعلا تطرح الحزب التقدم الاشتراكيه وحزب التقدم الاشتراكيه يعني تحمل مسؤوليته من اجل الوطن الى اخره، ولكن انتم ما كنتوش يعني في المعادله الحسابيه مهمين، فانتم قررتوا تدخلوا يمكن يعني وكنت فهم اجل الحصول على مناصب، يعني ماشي عيب. ساليتي شكرا. لما دخلنا في التجربه في 1998 علاش ما قلتيوش ما كناش اساسيين في المعادله الحسابيه؟ ما كانش ضيف الاولى انا ذاك. طيب اذن هذا الشيء باش نبرر لك بانه نحن نتعامل بناء على مصالح ديال هذه البلاد وديال هذا الشعب. البعض ينتقدنا على هذا الكلام كيقول لك كيف لا غير بغيت نقول لكم البلاد ما كانتش واقفه عليكم. ما سي بن عبد الله انا كنقولها بطريقه اخرى، خليني نجاوب. مصلحه الوطن البلاد ما كانتش واقفه عليكم انا ذاك. شكون اللي قال لك البلاد واقفه علينا؟ انت كتقولي مصلحه الوطن. شكون اللي قال لك البلاد واقفه علينا؟ الاستقلال والحركه الشعبيه والعداله والتنميه كان عندهم الاغلبيه مريحه انهم يديروا الحكومه. لا غنتفقوا، غتخليني نجاوب. تفضلوا. نتفقوا على شيء خليني نجاوب، لأنه باش نجاوبك على هذا الكلام هذا خصنا على الأقل يمكن لي ندير جوج ولا ثلاثة الجمل. لذلك ما أريد أن أقوله هو أنه حنا درنا اختيار. أنا ما كنقول لك شيء البلاد واقف علينا أبدا، عاش من عرف قدره. فبالتالي حنا كنقولوا بأنما اختيارنا نحن اعتبرنا بأنه من الضروري أن نكون في هذه المعادلة وأن نكون حاضرين. علاش؟ لأنه قلنا من الضروري أننا نعطيوها واحد البصمة كذلك، أنه إلى جانب إخواننا في العدالة والتنمية، في الحركة الشعبية، في حزب الاستقلال آنذاك، اليوم مع التجمع الوطني للأحرار، أننا نعطيو واحد البصمة من أجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وتعزيزها، من أجل مزيد من التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن أجل أساسا بالنسبة لنا كهوية سياسية وكمدرسة سياسية مزيد من المكتسبات على المستوى الاجتماعي من أجل العدالة الاجتماعية. هذا الأمر هذا اليوم تحقق على أرض الواقع، تحقق. ولما غنجيو الرصيد غنقول لك شنو كيمكن نمتازوا به اليوم كحكومة وكحزب داخل هذه الحكومة ملي حقناه من هذه المكتسبات على هذا المستوى. سي بنشكر. سي بن حليمة. سي بن حليمة. سيد الأمين العام، غير واش كيبان لكم أن المبرر اللي قدمته هذه زهاء 3 سنوات ونصف بكونكم غادي تكونوا في الحكومة أنكم ضمير الحداثة، هل تحقق؟ من حقكم طبيعة الحال أنكم تدافعوا لتحالف حكومي اليوم أنه المد المحافظ فيه لا أحد يجادل في تناميه. أيضا من حقكم تدافعوا لتحالف حكومي أبقى عقوبات الحريات الفردية. من حقكم أيضا تدافعوا لتحالف حكومي أقبر الخطة الوطنية الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومن حقكم أيضا تدافعوا على تحالف حكومي فتح معارك مع التلفزيون العمومي. جميل، لا جميل السي بن حليمة هادشي اللي كتقول، بحيث أنه بهذه الطريقة يخالوا لي بأنه الشارع المغربي اليوم
كل تراجع على المستوى الديمقراطي وبين هناك قرارات بعينها التي اتخذتها هذه الحكومة والتي تسير في اتجاه معاكس للدستور ولمضامينه الأساس الموجودة في الديباجة ديالو وفي عدد من الفقرات ديالو. أين ترون ذلك على مستوى القرار؟ نحن لسنا هنا بداية وعمر ما خرجت كلمة من طرفنا، لأنه مجددا تواضع أساسي في السياسة. عمرنا ما كتبنا في شي قنت ولا قلناها بأن احنا ضمير ديال الحداثة، هذا اختراع ما عرفت منين جبتيه. احنا عندنا توجه سياسي واضح، هو توجه فعلا مقتنع بداية بفكرة اليسار ومبادئ اليسار والمبادئ التقدمية. أما الحداثة ففيها كلام، قد نكون حداثيين أو نعتبر أنفسنا حداثيين، ولكن في نفس الوقت يمكن نكون محافظين في عدد من المواقف ويمكن نكون مرجعية اشتراكية. طيب الآن اللي بغيت نقول لك هو أنه أعطيني قرار، قرار قانون مرسوم، قرار اتخذه رئيس الحكومة اللي كيعتبر كيتعتبر تراجع على مستوى المكتسبات الديمقراطية. ما تتكلمون عنه، ما تتكلمون عنه مجرد جدل ونقاش في بعض الأحيان عقيم حول عدد من الأمور التي تقع في المجتمع أو تصريحات تصدر من هنا أو من طرف آخر حول هذه القضايا. لا اسمح لي أنت بنفسك سيد الأمين العام وفي تصريح لي أنا في حوار قلت بأننا نتجنب الصدام مع الوزراء العدالة والتنمية. طبيعة الحال أول صدام كان هو في التجريم أو في القانون ديال الزواج ديال سيد القاصر، هذا كان أول صدام بيناتكم. ما عرفتش اليوم علاش انت كتشكك او لا انك تقول لو دير الحادثه ديالنا راه ماشي حادثه في مجالات ومحافظون في مجالات. عمري ما قلت شي حاجه من هذا النوع. الله يخليك مالك تأول هذا الشيء، مالك تأول هذا الشيء. حزب العداله والتنميه حزب، وحنا حزب اخر، حزب عنده تاريخه، وحنا عندنا حزب عندنا تاريخ اقدم من ذلك. فلذلك ماذا يفاجئكم في كون ان العداله والتنميه يعبروا عن نبره محافظه؟ هذا الشيء عارفينه احنا، ولكن الذي يفاجئنا السيد الامين لا الذي يسالي في النهايه المحصله ديال الامر هو هل تصدر قرارات على هذه الحكومه التي تعتبر تراجع على المستوى الديمقراطي او على المستوى الحداثي كما تتكلمون عن ذلك؟ ابدا. انا قلت فيما يتعلق بالصدام، فيما يتعلق بالصدام، انا قلت بالصدام، فيما يتعلق بالصدام. الا كانت عندنا، انتم كتقلبوا على المواجهه، كتقلبوا ان الناس داخلين في حكومه واحده وحنا في حكومه واحده، وبغيتيونا نبقاو نفرجوا الناس فينا فيما يتعلق بصراعات او بخلافات التي تطرا التي يمكن ان تحدث. طبيعي لانه ما عندهم مرجعيتهم، حنا عندنا مرجعيه، وما تنساوش بان راه كاين جوج الاحزاب اخرى كذلك. طب تخدع على اختبار مرجعيتكم. لما كيوقع هذا الشيء هذا الكل يوجد في قدرتنا الجماعيه على اننا ندبروا هذا الامر، وهذا ما يزعج البعض. هذا ما يزعج البعض. خلينا نرجعوا لارض الواقع شويه ونتكلموا. يلا انتم قلتوا حاصله ايجابيه، الطبقه الشغيله، وانتم كتدافعوا على العمال وتدافعوا على الطبقه العامله، وراه معنا سي مخاريق اللي حاضر معنا اليوم امين عام ديال الاتحاد المغربي للشغل. الحوار الاجتماعي متعطر، هذا الشيء ما كنقولوش انا، هذا الشيء كيقولوا النقابات كاملين. غدا الاربعاء كاين واحد اللقاء ما عاود بعد مده ديال الجدل، غادي يكون لقاء بين النقابات والسيد رئيس الحكومه. سيد رئيس الحكومه والحكومه ديالكم كتقول ما غاديش نزيدوا في الاجور، هذا خط احمر. النقابات كتقول لك سيد الطبقه الشغيله راه متضعضعه، راه خصها زياده في الاجور. شنو حققتوا في هذه الحصيله غير الطبقه الشغيله؟ خلينا الحدث ما تكلموش على تكلموا سيدي على العمال والشغالين والموظفين والاجراء. لا غير تكلم على الحدث الا بغيتي. لا انا نتكلموا بالطبقه. لا تكلم على الحدث، الطبقه العامله والاجراء والموظفين، واش زدتوا لهم شي حاجه؟ هما العمال كيقولوا لك زيدوا لنا، تقول ما نزيدوا لكمش. غير تكلم على الحدث، وانا نقول لك شنو حققنا للطبقات التي تتكلم عنها. اولا تقدير خاص للحركة النقابية المغربية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل. طبعا تعرفون تعلمون انتماءتنا على هذا المستوى ودعمنا على هذا المستوى للاتحاد المغربي للشغل. ثانيا دائما منذ تواجدنا في هذه الحكومة ونحن ننادي بالحوار الاجتماعي وبضرورة أن نجد صياغ
رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة من أجل أننا نستجب لأقصى ما يمكن من المطالب. عبرنا عن ذلك باستمرار وفي بلاغات رسمية ديال المكتب السياسي ديال الحزب. أنتم راكم في الحكومة كيفاش عبرتوا؟ واش حققتوا؟ أنا السؤال ديالي ما نقولكش طيب واش حققتوا؟ طيب أنا نقول لك اش حققنا. تفضل. لما كتكلموا على هذا الأمر أنا كنفهم بأن النقابات في موقعها وفي دورها لما كتطلب بالزيادة في الأجور. اش بغيتي النقابة تقول من غير الزيادة في الأجور؟ واحد العدد ديال المكتسبات التي يتعين تحقيقها بالنسبه للطبقه العامله وبالنسبه للشغيله. النقابات في دورها. ولكن واش هذا المطلب ديالهم مشروع زياده في الاجور؟ لو كنا موجودين حنا على راس هذه الحكومه كان سيكون جوابنا نفس الجواب، لان الاوضاع الاقتصاديه لا تسمح بان نقدم اليوم زيادات في الاجور إضافية لما نحن عليه اليوم. ما تنسوش هذه حكومة اللي استطعت أنها ترفع الحد الأدنى ديال الأجر في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم. هذه حكومة اللي زادت قبل سنتين والجزء الثاني منها وغيدوز هذه السنة 10%، بمعنى 5% السنة الماضية و5% هذه السنة في الأجور ديال القطاع الخصوصي. هذه حكومة اللي كتكلموا على الجوانب الاجتماعية، وهنا يبرز دور حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب باقي الأحزاب اللي كاينة تما. هذه هي الحكومة التي استطاعت أنها توفر 2.5 مليار ديال الدرهم للصندوق ديال التكافل الاجتماعي. هذه الحكومة اللي رفعت واللي قدرت تدوز الدعم المالي للأرامل، ولأول مرة غيتعطى للأرامل 350 درهم لكل أرملة على كل طفل شريطة أنه يكون مرتبط بالتندروس. هذه الحكومة اللي فعلت صندوق ديال التكافل العائلي للمطلقات المعوزات. هذه حكومة اللي كما قلت زادت في القيمة ديال المنحة وزادت 120 ألف منحة للطلبة. هذه حكومة اللي خصات دعم مالي شهري ديال 494 ألف أسرة فقيرة لدعم تندروس ديال الأبناء ديالها. هذه حكومة اللي رفعت من الرفع لحد الأدنى ديال الأجر كما قلت ديال 5% ثم زائد 5% هذه السنة. هذه حكومة اللي زادت في المعاش ديال قدماء المقاومين والمحاربين. هذه حكومة اللي نفذت الالتزامات ديال الاتفاق ديال الحوار الاجتماعي ديال 26 أبريل 2011 واللي تقام على الحكومة ب 17 المليار درهم. هذه حكومة، وباقي نزيدك، هذه حكومة اللي وصلت الدعم ديال المواد الأساسية في صندوق المقاصة بغلاف مالي ديال 130 مليار درهم لما بدينا هذه التجربة، وباقي مواصلين اليوم خاصة بالنسبة للغاز والقنينة ديال الغاز. هذه الحكومة دارت هذا الشيء كامل. لما نموجه هذا الشيء موجه للبرجوازيين، موجه الناس اللي ما عندهم اللي عندهم امكانيات هائله، هذا الشيء موجه للشعب، موجه للطبقات المحرومه التي لا تتوفر حتى على دخل. انا خليناكم تكلموا ما فيه الكفايه ووضحتوا فسرتوا وهذا ما تقول لي شيء ما دارتش هذه الحكومه. لا لان كاين مشكل. انا ملي كنشوف التصريحات الاخيره ديال السي عبد الاله مكان اللي هو رئيس الحكومه، سمحوا لي، كيقول لك غير في تصريحات اخيره وكاين فيديوهات متقن، كيقول لك حنا ما درنا والو في التشغيل، ما درنا والو في التعليم، ما درنا والو في العالم القروي، ما درنا والو في حوادث السير. يعني كاين شي يعني انتم كتقولوا حنا درنا كل شيء، رئيس الحكومه كيقول ما درنا والو. والحمد لله لمن نسمعوا. الحمد لله الحمد لله اللي عندكم الشكر. الحمد لله اللي عندكم رئيس حكومه يعترف بنقائصه وكتدعمو، يعني رغم هذه النقائص اللي هو كيستعرف بها بلا ما درتو فيها والو. هذه حكومه الكمال لله. هذه حكومه لا تقول بانها استجابت لكل حاجيات ديال الشعب المغربي او ديال هذا الوطن. ما كايناش شي حكومه اللي يمكن دير هذا الشيء. هناك عدد، حنا نعتبر بانما في المجال الاجتماعي رغم هذا الشيء كله اللي ذكرت لك وباقي امور اخرى التي يتعين اننا نذكروها خاصه في الرصيد ديال وزراء حزب التقدم والاشتراكيه اذا عدنا الى 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 ذلك. حنا كنعتبروا بان ما مازال ما نديروا في الجانب الاجتماعي، كنعتبروا بان ما باقي بؤار ديال الفقر، ديال التهميش، ديال الاقصاء في البلاد، وضروري اننا نهتموا بها، كنعتبروا بان ما التشغيل باقي فيه مشكل اساسي، وهناك استراتيجيه وطنيه وضعت. رئيس الحكومه بدوره كما قلتم يعترف بانه من النقائص اللي بقى موجوده في هذه الحكومه ان الاليه الانتاج
باش نخلقوا ما يكفي من المناصب ديال الشغل، لحد الان لم نتحكم فيها ما يكفي من اجل احداث هذه المناصب ديال الشغل. عاش من هذا الشيء كنت تنوهوا به ان تكون حكومه تعترف. كيقول لك احنا ما درنا والو، بغيت نوهوا على ما قالكش ما داروا والو. هو كيقولها حوادث السير ما درنا فيها والو. كتعول الكلام ديال رئيس الحكومه يعترف بنقائص في مجالات، ولكن هذا الشيء والله العظيم الا قال ما درنا والو، ما كان لا نقائص، يعني نقائص كون درت شي حاجه وتقول لي نقائص، يعني ما غريب هذا الشيء. عندنا الفيديوهات كتحلف بالله وحنا على ابواب رمضان، كتحلف بالله ان رئيس الحكومه قال ما درنا والو، قال ما درنا والو، قال ما درناش فيها والو. سيب الشجر تفضل. قال ما درناش في المجال ديال التشغيل ما يكفي، وقال بانه عندنا نقائص في الحوادث ديال السير. لا ما درنا تكلم ما دار والو، يعني قال حوادث السير ما درنا فيها والو، التشغيل ما درنا فيها. راه الناس كتفرج فيك، غادي نصيفط لك الفيديو. راه الناس كتفرج فيك، انت اللي خصك تعاود تشوف الفيديو. بركه ما تختار. لا لا ما اختار. سيتي جيني شويه الديمقراطيه في توزيع الاسئله، لان حنا هنا ضيوف معك باش نطرحوا الاسئله. عندنا واحد المجموعه ديال الاسئله مدققه للسيد الوزير، اذا كان ممكن تعطونا الفرصه باش نطرحوها حتى حنا. السيد الوزير، يعني باش نطرحوا الاشكاليات الكبيره، الموضوع ديال التقاعد. يعني هذه السنه المدير ديال صندوق التقاعد كيقول العجز ديال هذا الصندوق يصل 4 المليار ديال الدرهم. وانتم كنتوا في حكومات، يعني دزتوا في حكومات سابقه، وهذا الملف كان مشتعل بين ايديكم ولم يعني تباشروا الاصلاح فيه. اليوم هذا الموضوع يعني مطروح على الطاوله، وغدا يعني حوار اجتماعي مع النقابات، النقابات تدافع ايضا عن مصالح الشغيله. السيد رئيس الحكومه قال بان هذا الموضوع سوف يشرف، سوف يصلح هذا الصندوق في غضون شهر شوتنبير. نحن نعرف ان شهر شوتنبير هو شهر ديال الانتخابات. انتم كحزب التقدم والاشتراكيه واش مستعدين يعني تحملوا مسؤوليه سياسيه داخل الحزب ديالكم وداخل الحكومه في اتخاذ قرار اللي اكيد انه في مصلحه الوطن، ولكن له لا يرضي الزياده في الاقتطاعات والنقص من المعاشات، لا يرضي عدد من الموظفين. يعني كيف تتعاملوا مع هذه الاشكاليه؟ احنا مستعدين نتحملوا مسؤوليتنا في كل القرارات التي نصادق عليها كذلك في اطار هذه الحكومه. احنا تحملنا مسؤوليتنا في كل القرارات اللي خديناها هذه 3 سنوات ونصف. احنا تحملنا مسؤوليتنا في كل القرارات المرتبطه بصندوق المقاصه. احنا تحملنا مسؤوليتنا في عدد من القرارات اللي عندها بعد امني او مرتبطه بالتعامل مع بعض الحركات الاحتجاجيه او غير ذلك، لانه تحالفنا، لانه نتواجد في حكومه. لما كتواجد في حكومه الاخلاق في السياسه كتقتضي انك ماشي فقط تجلب كل ما هو ايجابي وتقول هذا الشيء انا كندعمه، وكل ما هو سلبي تقول انا ضده. لا ابدا، لما كتكون في حكومه خصك تقبل الحلو والمر. في المذكره ديالكم، في المذكره ديالكم لاصلاح التقاعد طالبتوا باستثناء بعض المهن اللي هي ذات طبيعه يعني خاصه اللي ما يمكنش توصل لسن التقاعد فيها 65 سنه. لا لا ما طلب ما طلبناش يعني واش هاد لا انا جايك، انا جايك الان التقاعد. نعم، انا باش نقول لك بانه التقاعد بالنسبه لنا ما مرتبطش بالمساله الانتخابيه. هذه حكومه كانت عندها الشجاعه انها ما تربطش واحد العدد ديال الحالات بالاوضاع ولا بالمسار الانتخابي اللي كينتظرنا. المسألة ديال التقاعد تأخرت لأنها كانت مرتبطة بالحوار الاجتماعي. بمعنى أنه في إطار الحوار الاجتماعي الإخوة في النقابات، وهذا السي ميلودي مخاريق حاضر، وكان مطلب ديالهم مشروع كانت تفهموه، هو أنه كاين مسألة التقاعد لكن لا يمكن أن يناقشوا مسألة التقاعد لوحدها، يريدون مناقشة مسألة التقاعد في إطار الباكيج، في إطار الكل. يعني المسألة ديال جميع الحقوق والمكتسبات المطروحة على هذا المستوى. وبالتالي تأخر النقاش إلى يومنا هذا وعرف تعثرات. وحنا كنا دائما نقول رغم التعثرات الله يخليكم الرجوع إلى طاولة الحوار، ونعبر عن ارتياحنا أن غدا ستتم هذه الجلسة ونتمنى أنه يخرج منا، بل توصلنا بتطمينات التي تقول بأنه قد تكون هناك التفاتة تجاه الشغيلة والطبقة العاملة غدا. نتمنى أن يتأكد ذلك. من باب الأخلاق السياسية واخا تكون عندي التفاصيل ديال ذلك، هناك اجتماع غيترأسه السيد رئيس الحكومة، يتعين أن نترك له الأولوية للتكلم في هذا الموضوع مع النقابات. إذا تأخر هذا الموضوع ماشي عن الانتخابات، تأخر لأنه كان مرتبط بهذا الموضوع.
الآن رئيس الحكومة أكد بأنه عنده رغبة لأننا تناقشنا هذا الشيء. كانت عندنا مناسبة مؤخرا أننا نطرحوا الموضوع لأننا نلتقي هكذا في بعض الأحيان دون أن يكون لقاء رسمي مؤخرا مع السي محمد العنصر والسيد رئيس الحكومة وأنا شخصيا، وكنا في سفر مشترك وطرحنا المسألة على أساس أنه فعلا الحوار النقاش حول التقاعد يتعين أن يكون، وهذا ما أعلنه رئيس الحكومة بمعنى أنه خص يتم الإصلاح. احنا متفقين أن الإصلاح خصو يكون، لكن أشمن إصلاح خرجنا وثيقة ومذكرة وبعثناها لرئيس الحكومة ومن بعد نشرناها، قلنا في هذا الإطار بأنه يتعين مراعاة واحد العدد ديال الأمور. أولا أن المرحلة الأولى تكون غير مرحلة أولى، تعميم الإصلاح لجميع الصناديق. ثانيا مراجعة الحكامة ديال هذه الصناديق. ثالثا مراعاة بعض المهن فيما يتعلق بصعوبة ما لقيتش الكلمة بالعربية لا بينيبيليتي ديال الشغل شاك. فيما يتعلق ب يعني الطابع الشاق لبعض المهن، اننا نرجعوا ذلك، واننا وشاهد شيء اساسي اننا نعملوا على توسيع قاعده التغطيه. واش غادي تشاركوا النقابات في هذا الشيء؟ لان الحل الحقيقي ديال المشكل ديال التقاعد هو نوسعوا القاعده ديال التغطيه. هذا هو المقابل اللي عبرنا عليه. لا سمحت يا استاذ، الاهم هو انكم متفقين على الاجنده الزمنيه. سيد رئيس الحكومه في تصريح الجريده طبعا يعني انكم في شتنبير. احنا كنعتبروا بان الاصلاح تاخر، الاصلاح تاخر عندنا ما نقولوا فيه. انا قلت لكم شنو هي الاراء ديالنا حوله، ولكن راه تاخر لانه راه هذه السنه بدانا نؤدي من المدخرات ديال 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 المأجورين وديال الشغيله، راه هاد السنه بدينا ناكلوا فيها. فبالتالي هاد المساله مستعجله. انا اتفهم النقابات في موقعهم، هما في موقع كيدافعوا على مكتسبات، لكن حنا ندبر، نحن في حكومه وعلينا. الشعب المغربي ما غيغفرناش غدا الى ما وجداتش الدوله منين تخلص الناس في التقاعد ديالهم، وغيقولوا على هذه الحكومه الذي ترأسها السي عبد الاله بن كيران وشارك فيها فلان وفلان وفلان وفلان، هي اللي ما تحملتش المسؤوليه باش تجعل ان الشعب المغربي اليوم اللي كيخرج للتقاعد يلقى باش يستمر في العيش الكريم. بالنسبه لكم منين جاي المشكل اذن؟ اذا كانت هذه الاراده ديال الاصلاح واراده بانه خصنا نعجلوا في هذا الاصلاح ديال هذه الصناديق، علاش تعطلنا فيها لحد الان؟ منين جاي المشكل؟ تعطلنا في ايرت ولا ما فهمتش؟ تعطلنا فيها بداية لأنه كان من الضروري أن نتخذ إجراءات اللي هي جريئة، البعض منها تم اتخاذ ولكن بشكل جزئي. مثلا في الحكومة ديال السيدري جطو تم ضخ 11 مليار ديال الدرهم في الصناديق ديال التقاعد، لكن هذا الأمر كان غير كافي. واحد العدد ديال المنشآت اللي كانت فيها مشاكل، بعض الشركات ديال الدولة اللي كانت فيها مشاكل، تم المعالجة ديال الجانب المرتبط بالتقاعد جزئيا على الاقل من اجل ضخ اموال كذلك على هذا المستوى، لكن هذا الامر كان غير كافيا. كان علينا اننا نترقبوا الوضعيه. جميع الخبراء، الناس اللي كيشتغلوا في الصناديق والناس اللي كيتبعوا هذا الامر وكيحلوه، كانوا كيقولوا بانه نحن على ابواب ازمه، وبالتالي كان من الضروري اننا ناخذوا هاد الاجراءات هذه. بالطبع لم تكن المساله سهله، بحال المقاصه. بحال المقاصة كان كلام كثير على ضرورة الإصلاح، لكن حتى شي حد ما بغى يوضع اليد اللي ديالو في الجمر. المعارضة كتقول لكم لم تصلحوا المقاصة، رفعتوا فقط الدعم واستفدتوا من بعض الظروف الاقتصادية العالمية اللي هي إيجابية. مثلا شكرا على أي حال رفعنا هذا الرفع اللي كتكلم عليه هو جزء من الإصلاح. بغاو ولا المعارضة تقول استمعت إلى زعيم ديال المعارضة أو ما استمعتلوش قريت له، بأنه يقول بأنما هاد الحكومة ما دارت حتى حاجة. شوية ديال المعقول. هاد الشيء اللي ذكرت لكم دارته هاد الحكومة، حيد منه 80%، حيد منه خلي غير إجراء واحد، هاد المقصة اللي كتكلم عليه. المعارضة جميل أن تعارض، لكن عارض فيما هو معقول،
ماشي تبقى تعارض وتقول للشعب المغربي هذه حكومة لم تقم بأي شيء. هذه حكومة واش خفضات استطاعت أنها تخفض النسبة ديال العجز من 7.3% إلى 4.9 في نهاية السنة الماضية، وسنصل إلى من دون شك ما يناهز 4 في نهاية هذه السنة؟ واش هذه الحكومة استطاعت أنها، البارح وزير المالية في البرلمان كان يؤكد على ذلك، استطاعت أنها ترفع من لي غيزيرف من الاحتياطي ديال 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 الصرف ديال المغرب وإلى بما يصل في نهاية السنة إلى 6 أشهر؟ واش هذه الحكومة استطاعت أنها تقلص العجز التجاري؟ هذا ماشي إنجاز، هذا ماشي إنتاج، يعني هذا ماشي إنجاز، ماشي إنتاج. طيب إذا هذا إنجاز، إذا اللي كيقول بأنه ماشي إنجاز إنتاج يعطينا أرقام. تفضل السي بلشقر. السيد الوزير، أنا يعني قبل قليل بترجع معك لهذا الموضوع ديال الانسجام الحكومي. يعني قبل قليل كنتوا تتحدثون على أنه يعني شاركتم في هذه الحكومة ذات طابع محافظ إلى آخره، ولكن يعني في من خلال المتابعة داخل الكواليس نجد بأنه هناك فعلا خلافات حقيقية ما بينكم وبين حلفائكم. هناك مشروع قانون الخادمات ومقترح قانون تمديد عقود زوجية الآن مجمدان يعني في مجلس النواب بسبب خلافات ذات طبيعة إيديولوجية. يعني سن الخادمات 18 سنة كتطالبوا بها عن طريق الفريق ديالكم، وكتطالبوا باستثناء زواج القاصرات والتعدد من تمديد عقود زوجية. يعني هذا الخلاف يمكن توضعنا في الصورة ديال هذا الخلاف وفين غيمشي. هذا راه سؤال، راه طرح السؤال. هل فجرنا الحكومة من أجل ذلك؟ واش ما كتقدروش لهذه الأحزاب الموجودة في هذه الحكومة أنها تدبر هذا النوع من الخلافات الموجودة؟ حتى شي حد ما كاين فيها، لكن ما ينتظره جزء من المتتبعين هو أننا يشوفنا كل واحد من جهته شهرين السيوفة وجالسين كنضربوا أمام الملأ وحنا في حكومة واحدة. قدروا لهذه الحكومة أنها تدبر مواضع من هذا النوع بالعقل بالثباتة، منه الخلاف موجود فعلا، موجود في سن الجواز، موجود في ثبوت الزوجية والعقود المرتبطة بذلك، موجود فعلا. احنا عندنا تخوف مرتبط بالضبط بسن الزواج. الإخوة في العدالة والتنمية كيقول لك الواقع يتعين تدبير الواقع كما يقولون هم بأنه هذا الشيء موجود، واللهم نفتحوا هذا الباب من أجل تدبير هذا الواقع ولا نخليه كما هو. ولكن نحن نقول لا، يتعين لا نتراجع على مبدأ أساسي هو 18 عام. سينابيل غير وحتى التقليل، ولكن لحد الآن ما لقيناش الحل، فإحنا كنناقشوا يعني الخادمات نفس الشيء. يعني مش ما كتشوفش معايا أنه هناك نوع من التناقض يعني في المواقف ديالكم، وكأن هناك فقط نوع من الحساسية لأن هناك حزب العدالة والتنمية متحالف معكم. وأعطيك مثال فيما يتعلق بسن اشتغال الخادمات. سيد وزير التشغيل وهو وزير ينتمي إلى حزبكم يدافع عن سن 16 سنة، وأنتم في الفريق يعني فريقكم في البرلمان يطالب ب 18 سنة. من جهة ثانية فيما يتعلق بتمديد عقود الزوجية، كنتم في الحكومة حكومات سابقة عندما تم تمديد هذه المهلة ولم تعترضوا ولم تضعوا أي استثناء على هذا التمديد. فيما يتعلق تم تمديد لأن مدونة الأسرة في 2004 حددت أجال ومن بعد تم تمديده مرتين، وتم تمديده في ظل وجودكم في الحكومة ولم تعترضوا. إذن فقط يعني يظهر أنه فقط هناك حساسية من هذا. سيد الأمين العام إذا سمحتوا. لا كيظهر لي إلا كان شي حد. السياق غير باش نلقاو. تفضل. أنكم ماشي كتدبروا، إلا سمحتي على هذه الملاحظة، أنكم ماشي كتدبروا الخلاف ولكن تجمدون القضايا التي تثير الخلاف. طيب. لما كتكلموا على 16 سنة والموقف ديال السي عبد السلام الصديقي كوزير ديال التشغيل، السي عبد السلام الصديقي في تدبيره لهذه القضية هو مضطر لأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب الأخرى، من ضمنها ما تنص عليه مدونة الشغل في شأن أنه المبادئ العامة اللي مطروحة ديال أن 16 سنة هو السن اللي كتنتهي فيه الإلزامية ديال التندروس.
بمعنى ان كاين واحد المشكل ديال الفرق بين 16 و 18 سنه كاين مطروح، وبالتالي هو يسعى الى ان يتاقلم مع ما هو موجود من قوانين في المغرب وما هو منصوص عليه كذلك في بعض الاتفاقيات الدوليه. هذا الشيء علاش؟ علاش ماشي واسمح لي هذا، ما عدا ذلك نتفهم هذا الامر، ولكن طلبنا من وزيرنا ان ياخذ بعين الاعتبار بانه بالنسبه لنا كحزب يتعين ان ننصت كذلك لصوت من داخل الحزب ومن خارجه الذي يعتبر بانه المغرب يتطور، وبانه من الصعب اننا باقي نقبلوا ان في البيوت ديالنا نوجدوا طفله عندها 16 سنه كتشتغل. هناك من يمكن ان يعتبر يقول لك اللهم تكون في البيت كتشتغل عندها 16 عام ولا تكون في امور اخرى اللي مجرم، هذا نقاش. لكن نحن ماذا قلناه وطلبنا من السي عبد السلام ان يسير في هذا الاتجاه هو ان يجد واحد النوع ديال الفتره الانتقاليه، اي ان نصادق على ما يمكن من اننا نصل بعد مده، بعد سنوات معينه اللي نحاولوا نتفقوا عليها في الاغلبيه وبعدين مع المعارضه الى بغات تتفق معنا، بعد مده نوصلوا بالتدرج الى 18 سنه. وكنتمنى اننا نلقاو حل على هذا المستوى. حنا ما كنعارضوش العداله والتنميه من اجل معارضه العداله والتنميه، كون كان عندنا هذا الموقف لا كنا كانوا حساسيه يعني. كون كان كيفاش عندنا حساسيه؟ حنا مشاركين معاهم في حكومه وتحملنا واحد العبء هائل من اجل ان ندخل لهذه الحكومه، وجاوبنا وثبتنا عبر الواقع بانه راه هذا الامر مكن هذه الحكومه من ان تنجح الى جانب العمل ديال الجميع، ولكن مكننا كذلك كحزب ان نتقدم لان استجبنا اسمح لي السيد جاوبنا مع شعبنا. فبالتالي هذه المساله هذه هي التي جعلتنا اليوم نحتل المرتبه التي نحتلها، لان كنا درنا اختيار اخر ندوروا الى وضعيه بعض الاحزاب الاخرى. وشوفوا الوضعيه ديال هذا الحزب اللي كتكلموا معه، احنا ما دخلناش لهذه الحكومه باش نتصادموا ولا باش نقولوا للعداله والتنميه فين ما كاين شي حاجه نقولوا لهم لا ديك الوقت نخسروا المعارضه. الا سمحتوا سيد الوزير، واش ما كتشوفوش يعني برغم هذا الشيء كلشي اللي قلتوه، واش ما كتشوفوش شويه غريبه انكم قبيله وحنا كنتحدوا التقدم والاشتراكيه في مواجهه مثلا افكار او قرارات ديال الحزب العداله والتنميه اللي كتكلموا وانا يعني انا الضيف ديالنا اليوم السي نبيل العبدالله وانا كنقول لك وانا اللي كنذكر منذ ذلك منذ بدا هذا البرنامج بانما هذه راه حكومه فيها اربعه الاحزاب، فيها العداله والتنميه وفيها الحركه الشعبيه وفيها التجمع الوطني الاحرار. نقدر نكمل السؤال السي نبيل العبدالله؟ تفضل. شكرا. فمن قبيله وانتم كانت يعني حزب التقدم والاشتراكيه العداله والتنميه، بغيت نسمعكم مثلا تقولوا احنا ما متفقينش مع حزب التجمع الوطني الاحرار حيت اقترح شي حاجه ونختار عليك شي حاجه ما متفقينش عليها. ويلي الا متفقين علاش بغيتي نخترعها؟ اذا متفقين مع حزب ولا الحركه الشعبيه؟ علاش ما متفقينش مع الحركه الشعبيه في تمديد الثبوت الزوجيه؟ تمديد الثبوت الزوجيه مع الحركه الشعبيه ممكن، ماشي مشكل حتى في هذه القضايا التي نناقشها على تحابكم مثلا الفريق الفرق ديالنا البرلمانيه يناقشون عدد من القضايا، ما كانوا كيناقشوا الى حدود هذه العشيه هذه امور مرتبطه بالقانون الانتخابي ومزيان نبشروا النساء ديال المغرب بحصول واحد التقدم اساسي اللي كيجعل انه عوض جوج ربعه سته اللي كنا عليه بالنسبه للجماعات في الـ في الـ في القانون السابق، اللي غيجعل انه على الاقل تكون جوج ديال النساء في الجماعات الصغيره وربعه وثم سته، راح نمرينا الى اربعه ثمانيه، هذا ما صدقت عليه اللجنه، اربعه سته ثمانيه، وهذا تقدم اللي غيرفع نسبه المشاركه ديال النساء من 12 الى ما يزيد على 25%. هذا وزير. اعتقد انه انجاز اساسي كان فيه كذلك نقاش داخل الاغلبيه. احنا ماشي منمطين، راه طبيعي، راه كل واحد جاي، فبالتالي ولكن الذكاء كل الذكاء. واستمعتيونا اذا استثنينا ما حصل مع حزب الاستقلال عندما تم تغيير الامين العام ديال هذا الحزب، اذا استثنينا ذلك واش كتسمعونا اننا باستمرار نتشاجر نتضارب حول عدد من القضايا؟ هذا الشيء خصكم تحسبوه لفائده هذه الحكومه، انها طيب رغم الخلاف تدبر الخلاف وتتقدم. سي بن حليمه، انا بغيتك السيد الوزير ما تكونش منمط وتجاوبني على واحد السؤال. لو كنت مكان رئيس الحكومه باعتباركم وزير سابق الاتصال، هل كنت ستراسل الهاكا في شان بث سهره جينيفر لوبيز؟ انا لا، لو كنت انا جاوبتك. وعلاش ما كتقولوهاش علنيا؟ لا 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 لا، خليها تتعلم الموضوع هذا في المواضيع كامله اللي تكلمتوا عليها واللي شغلات البال ديال الراي العام عبث. انا اعتقد
الحزب ديالنا يعتبر بأنه على أي حال وكأننا هناك واحد السعي إلى أنه هذه الحكومة اللي خدمت لمدة 3 سنين ونصف واللي نسجت واحد عدد ديال الأمور واللي ما استطعش أي كان أنه ينال منها بشكل قوي يعني جميع المحاولات مورست ضد هذه الحكومة. تتحدث في النهاية اسمح لي في النهاية أنا كنوضع الأمور في إطارها العام. نحن في حزب التقدم الاشتراكي ما كناخذوش واحد الواقعة هكذا صغيرة. أنا أوضح لك هذه حكومة اشتغلت واستطعت أنها تصمد واستطعت أنها تبلور البرنامج ديالها وواجهت واحد العدد ديال القضايا وكانت هناك محاولات من أجل النيل منها حتى على المستوى المؤسساتي حتى من أجل ألا تكمل المشوار ديالها أي الانتداب ديالها الكامل ديال 5 سنين وهادشي عجناه. هادشي خطير اللي كتقولوها السيد. أنا كنتكلم لك على أمور وقعت في البرلمان سيدي. أنا كنتكلم لك على أمور ما كنتكلمش على أمور خفية كنتكلم على محاولات هكذا من أجل منع رئيس الحكومة طبقا للدستور أن يأتي إلى البرلمان وأن يتكلم مع الشعب ومع النواب من خلال هذا البرلمان. كنتكلم لك على التضييق على الوقت اللي خصو يتعطى لهذا الرئيس الحكومة لأن البعض كيعتبر بأن جدل هذا نقاش داخلي داخل البرلمان مشروع ونقاش دستوري ماشي يعني مشروع يكون داخل البرلمان نقاش دستوري مشروع ايه هو كيجي نقاش دستوري عندي نقاش دستوري مشروع أنك تلغي جلسة دستورية هذا مشروع هذا من مؤخرا انك تلغي جلسه دستوريه هذا مشروع كنعتبروا ان هذا مشروع انا نعتبره ذلك مشروع لاننا عرفتوا علاش كنخمموا حنا اليوم عبد الاله بن كيران غدا سيكون شخص اخر اما امراه او رجل فبالتالي على الجميع ان يفكر بانه بذلك كيحدث واحد العدد ديال الامور اللي كتولي معمول بها وبالتالي هذا الامر هذا يتعين على الجميع ان يفهم بينما عبد الإله المركين راه ما دايمش راه غيجي واحد الوقت غيجي شي حد اخر في بلاصتو على اي حال نكمل ما كنت بصدد هذا انك يخرجوا امور طيب يمكن نقولوا علاش في نفس الوقت شريط عرض موسيقي جوج ديال النساء اللي كيمشيو في واحد النوع ديال الاستفزاز بالقرب من الضريح أمور أخرى مرتبطة بالمثلية في المغرب وينحرف النقاش بواحد الشكل قوي حول قضايا هوياتية بحثاً على تصادم حقيقي داخل المجتمع وكأنه هناك من يريد أننا عم الله اش نحدثه هنا كان موقفنا أن نقول للجميع كان موقفنا أن نقول للجميع الرجوع لله الله يخليكم راه كاينه أمور أهم علاش ما وقعش تسمح لي خليني غير نقول جملة تفضل واش ما كتعتبروش أنه عوض أن يكون ما كتعتبروش أنه عوض أن يكون ذلك حول القضايا المرتبطة بالتعليم كان تقرير ديال التعليم قدموا استعزمان كيمس في الجوهر طبيعة المجتمع المغربي ما وقعش عليه هذا النقاش وكان نقشوا شريط وكان نقشوا عرض موسيقي وكان عطيه رأي العام السيد الأمين العام ماشي هو اللي راسل هكا في شأن عرض موسيقي ماشي هو اللي منع الفيلم يعني كان ترد ولا هذا الرأي العام اللي كتقول له أنت بأنه كان حور النقاش ماشي هو اللي منع الفيلم من عرض فيلم وماشي هو اللي راسل هكا في شأني طيب عرض موسيقي القناة الثانية خرقت دفتر التحملات ببتها هذا هو السؤال دابا هذا هو اللي بغيت نجي لك السيد نبيل بن عبد الله خلينا نكملوا باش تجاوبنا كامل ونخلوا في الوقت الكافي دابا المشكل وانا متفق معك بهذا الشيء اللي قلته من قبيله باش تشوف بان ما راني كنسمع مزيان شنو اللي كتقول السيد بن عبد الله بارك الله فيك والله بارك الله فيك انك تعبر على انك متفق معايا والله الا ارتاحوا لا لانه من قبيله احنا هذا الشيء كامل اللي كتقولوا الحزب العداله والتنميه وخصنا نشهدوا له بذلك هو اللي وضعوا على راس الاجنده السياسيه والنقاش السياسي داخل المجتمع راه من قبيله وحنا كنناقشوا وانتم ايضا يمكن عارفين علاش كتكلموا راه العداله والتنميه عنده هذه الجراه شهدوا له بها انه كيوضع على راس الاجندات مسائل ويمكن لقرب الانتخابات المقبلة والقرب الاستحقاقات المقبلة كيوضع لك وكيدافع على المواقف ديالو وكيخلق نقاش عنده علاقة بالأخلاق وبالقيام وهي ما كاينش كاع حتى في الوثيقة ديال الائتلاف الحكومي ديال يعني حتى في البرنامج الحكومي ما كاينش هذا الشيء ديال النقاش حول القيام وحول الأخلاق وحول يعني إذاعة بعض المشاهد ولا بعض السهرات الغنائية
وكيولي المجتمع كامل يتكلم عليها، فيرجع الفضل ان الحزب العداله والتنميه كيطرح المسائل ديالو بكل جراه في الوقيته اللي انتم قبيله دفعتوا على بعض المواقف ديالكم، ولكن ما كنسمعوكمش، يمكن كتدافعوا عليها غير داخل الحكومه. لا كيظهر لي انه هادشي اللي كتقولوا مجانب للصواب فيما يتعلق بانه ما كيسمعوناش. ما بغيتيش تسمعنا ربما، هذا شيء، لكن حنا المواقف ديالنا علنيه، ما كاينش شي حاجه من هادشي كامل اللي تكلمتيو فيه، سواء الشريط او العرض الموسيقي او القضايا اللي وقعت الاخرى كامله، اللي ما عبرناش فيها على موقف. وقلنا في كل ذلك الحريه هي الاصل، لكن الحريه المسؤوله، بمعنى انه الحريه ما يمكنش تعدي بك الى انه تحت غطاء الابداع تقول بانه هذا عمل فني. العمل الفني عنده مواصفات، وادعوك الى مشاهده الفيديو اللي عملت في هذا الموضوع واللي كنفصل فيها الموقف فيما يتعلق من الشريط. انا نجيب لك الفيديو ديال السي بن كيرم، تجيب لي هذا الفيديو باش نتبادلوا الفيديوهات اللي انا شفت. الفيديو ديال بن كيرم علاش غتجيب؟ لا اللي قال لك ما درت فيه والو، غير المهم معلش تفضل. سي نبيل، واش جاوبني على السؤال، واش في رايك هذا خرق لدفتر التحملات؟ بت هذه السهره هل فيه خرق لدفتر التحملات في رايك؟ يعني انت كنت وزير الاتصال. لا واخا انه سؤال دفتر التحملات حنا اشتغلنا فيه بداية. ودفتر التحملات اعتقد انه الان نكتشف بانه عنده دور ديالو. المبادرة في هذا الموضوع ديال ان رئيس الحكومة يقوم بذلك، لما كنقول لك انت طرحتي لي سؤال قلتي لي واش انا لو كنت في بلاصتو وما عللتش ليه ما عطيتنيش، لا علاش؟ لانه هذا مسألة ديال تقييم، مما لا يعني ان المبادرة اللي خداها رئيس الحكومة مخالفة للقانون أو مخالفة لدفاتر التحملات، أبدا. حقه وكاينة سابقة في هذا الأمر اللي جعلت أن رئيس الحكومة الجأ لهكا في الموضوع ديال برنامج اللي كان كيدوز في القناة الثانية الجريمة على الجريمة، والقناة ولهكا صدرات رأي ديالها وتوقف هذا البرنامج. فبالتالي ما قام به رئيس الحكومه يسير في نفس الاتجاه، غير هو قيم انطلاقا من مرجعيته، من ارائه، من موقفه، بانه يتعين ان يلجا في هذه المرحله، في هذه المساله الى لهكا. طيب هنا اسطروا على شيء، ربما انه كون كنت في بلاصتو قلت لك ربما ما نديرش نفس الشيء، ولكن شنو كنتو غادي ديروا؟ سين انا غنعطيك مساله اساسيه من الضروري نسجلوها على هذه الحكومه المحافظه اليمينية التي يتهمها كتقولها الناس. لا هادشي اللي كيقولوا كيقولوا كتحاولوا تقولوه انتم، وكيحاولوا يقولوا على العدد ديال الاطراف المعارضه. هذه حكومه ما اختارت شاي انها تجمع المجلس الاداري ديال الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه وتحاول تاخذ اجراء على هذا المستوى، مما سيعني بانه الحكومه تتدخل مباشره في الاعلام العمومي، وهذا ضرب في استقلالية الإعلام العمومي. هذه حكومة اللي اختارت من خلال رئيس الحكومة أنها تذهب لهكا وتقول لهكا الله يخليكم في هذا الموضوع أش دار لكم. هذا قمة الاحترام ديال الدستور وديال الفصل ديال السلطة على مستوى المؤسسات، وأعتقد أنه يسجل لهذه الحكومة. سيد رئيس الحكومة يقول سمحت لي سؤال مباشر، تفضل. أنا تكلمتي أكثر من بزاف، تفضل. أنا المسير ديال السينما نتكلم أكثر يمكن. حتى احنا اكثر غير شويه في رئيس الحكومه يقول لو كانت لي سلطه على القنوات العموميه لما وصفتني مديره بهتلر. ما تعليقك؟ سنشوف واش قالوا نيشان، كان شي فيديو اللي كيوثق هذا الشيء؟ لا قالوا غير باش ما نبقاوش ندخلوا في هذا الشيء، واش قالوا ولا ما قالوش شيء؟ الناس حاضرين قالوا هذا الكلام. تفضل. إذا كان قال السيد رئيس الحكومة ذلك، أنا دابا واش جبتوني لهذا البرنامج؟ باش نقاشات يعني شخصيات باش نبقى نعلق لكم السياسة العامة ديال الحكومة، باش نبقى نعلق لكم على الكلام اللي كيقولوا السي عبد الإله بن كيرم. في سياق الحديث عن الإعلام العمومي، أنا هنا باش نتناقش معاك على الحكومة قبيلة وما تقوم به والقرارات التي تتخذها هذه الحكومة. وأنا هنا بشكل طبيعي فهمني مزيان كنعبر ناطق رسمي طبقا للقانون الأساسي ديال الحزب اللي كنمثلو، أنا ناطق رسمي ديال حزب التقدم والاشتراكية. سألوني على حزب التقدم والاشتراكية وتكلموا معايا على حزب التقدم والاشتراكية. دابا غادي نتكلموا، ما بقاش بزاف ديال الوقت. ما تسألوا لي أسئلة على السي عبد الإله بن كيران، عيطوا للسي عبد الإله بن كيران يجاوبكم. صافي، هي الدعوة راها مباشرة على لسان السي نبيل بن عبد الله. علاش كيقول لك أنت محامي ديال وكناطق رسمي؟ لأن كتقول لك
عيطوا له وانت كتكلم عليه الى اخره، يمكن هذا كيخلق واحد، انا ما كنقولوش بان انت فعلا ناطق اسمه لا محامي ديال العداله والتنميه، يمكن كيوقع هذا الخلط، لانه كما كنقولها حزب العداله والتنميه يمكن كاول حزب في البلاد هذا عادي انه يفرض بعض المسائل على راس الاجندات ديال السياسه في البلاد، يعني هذا نقاش صحي ماشي مشكل. غادي نتكلموا على حزب تقدم الاشتراكيه الحصيله ديال بعض الوزراء ديالكم، ونجيو ايضا القطاع ديالكم ديال السكنه وسياسه المدينه. مؤخرا وزير الصحه معنا السي حسين الوردي ونقاش حول بويا عمر، يمكن كلمه في الموضوع اخلاء بويا عمر. طيب هانا كنتكلموا تقدم طيب الاشتراكيه. طيب شكرا. بعد قبل من هذا الشيء ما يمكنش نعاود نخليك تدوز مساله ديال المحامي ديال الناطق الرسمي. انا ناطق رسمي ديال حزب التقدم والاشتراكيه. عبد الاله بن كيران ما محتاجنيش، وانا عاد دابا قلت لك في موضوع بانه لو كنت في مكانه راني ندير حاجه اخرى. وعاد انتم بنفسكم جبتيو ها ثبوت الزوجيه، ها سن الزواج، ما جبتوش القانون الجنائي حتى هو، سبحان الله العظيم. جبدوه حتى هو، يعني يمكن لكم جبدوه. عاودوا تقولوا العداله والتنميه هضروا مع التقدم الاشتراكيه. مما نهضروا لك على السي حسين الوردي نديروا له الاشهار على بويا عمر، انت كتهضر على القانون الجنائي ديال السي الراميد. انا جاي انا جاي التقدم الاشتراكيه. انا جاي انا جاي. السي الراميد غادي يشرفنا شي نهار وعنده الوقت. نقول لك واحد المساله. تفضل. حنا طرف في هذه الحكومه، كطرف في هذه الحكومه اريد ان اؤكد لك وعبرك عبرك للشعب المغربي بانه هذا الحزب غيبقى يدافع على المواقف اللي كتبناها هذه الحكومه لانه جزء منها، ولانه يساهم في هذه القرارات. من يطمح الى انه يخرجنا من النقاش، ربما لان في داك الشيء اللي كنقولوا حتى حنا عندنا قوه ضاربه، يبغى يخرجنا من النقاش ويبقى غير هو مع العداله والتنميه في النقاش ويفرغ اي مكانه ان نحتلها، هذا راه ضرب من الخيال بالنسبه لي، غير يكب الماء على كرشه من هذه الناحيه. سيظل حزب تقدم الاشتراكيه حاضر في النقاش بمواقفه بجرأته باستقلاليه قراره، ولن يكون في ذلك محميا على احد. وبوزرائه سي حسين الوردي وزير الصحه. طيب اذا لما غنتكلم على الحسين الوردي ونقول حسين الوردي دار في هذه الحكومه او شرفت في لا عبد السلام الصديقي او امين الصبيحي، غينوض البعض كذلك غيقول لي محامي على هذه الحكومه ومحامي على بن كيران. طيب اذا حسين الوردي ما قام به يعد من المنجزات الكبيره، لانه هذا وزير ربما الا بغيت نذكر لكم ثلاثه ديال الامور اساسيه نبدا بهذه فيما يتعلق بالحسين الوردي. هذا وزير الذي اهتم لاول مره بشكل حقيقي في هذا البلد، ومعنا اختصاصي في الامر، لاول مره بالصحه العقليه ديال المواطنات والمواطنين، اي انه اهتم بواحد الموضوع كان مهمش تماما. وما قام به البارح، بسهره الشخصي على انه يبدا الافراغ ديال بويا عمر، اعتقد انه يسجل بمداد من ذهب بالنسبه لهذه الحكومه ككل، لانه استطعت انها تمشي لامور التي تضرب في العمق. كتكلموا على الحداثه، هذا يساوي حداثه، هذا الحداثه هذا بعينها بالملموس ماشي بالافكار. طيب غادي الاداء ديال الوزراء الى زدنا الحسين الوردي انه هبط الثمن ديال 2000 ديال الادويه، هذا ما يمكن حتى شي حد ينكرها، حتى هذه غتنكروها لهذه الحكومه انها قامت بها. الى زدنا للحسين الوردي انه عالج المستعجلات، بدا في معالجه المستعجلات ديال البلاد من خلال 69 مركز مخصص الى ذلك، من خلال 4 ديال الطائرات المروحيه اللي اليوم كيعتقوا النساء في قمم الجبال وغير ذلك. واش ما كان والو جا السي حسين الوردي وخلق غير باش نفهم؟ شكون اللي قال لك عمر؟ شكون اللي قال لك شي حد بانما ما كان والو؟ تفضل اسمح لي. انت تطمح الى انه ما لقيتي ما تقول امام هذه المنجزات قلتي ما كان والو. شوف نقول لك واحد المساله، هذه حكومه من الامور اللي عبنا عليها احنا في البدايه ديالها، وكنا نوجه هذا هو الخطاب للاخ السي عبد الاله بن كيران، كنقول له الله يخليك السي عبد الاله، راه ما يمكنش تعتبر بانما الاصلاح في البلد بدا في 2012، راه كانت هناك حكومات اشتغلت من قبل، قلنا ذلك مرارا وكنعاود ناكدها امامكم، لكن هذه معطيات، هذه منجزات قام بها الحسين الوردي، ما يمكنش ننفيها. مزيان السيد الامين العام، اللي حسبته الانجاز ديال اخلاء بويا عمر هو انجاز كبير حسبته للحكومه، ولكن انا في الشق الثاني كنقول اودي واش الحكومه ما قصراتش
لان هاد الناس كانوا محتجزين. هذه واقعه قانونيه تستلزم تحريك الدعوه العموميه وتحريك النيابه العامه. واش ما كيبانش لكم ان الحكومه تغاضت عن شق في مقابل انها تخلي؟ هذا على اي حال هذا الموضوع ديال بويا عمر تعلمون منذ عقود انه مطروح، مش عاد مطروح اليوم. اذا كان هذا الامر كان خصو يتحرك ربما في حكومات تعاقبت كان من الضروري انه يتحرك. على اي حال اليوم اللي كيهمنا حنا، سالتوني على السي الحسين الوردي دار الواجب ديالو. اذا كانت هناك رغبه بالنسبه لاي كان ان يحرك الدعوه العموميه فلتكن، هذا موضوع اخر. ولكن الان هذا انجاز نواصلوا بالنسبه للوزراء ديال حزب التقدم والاشتراكيه الى ما عندكم اسئله. ولكن جاوبني انا جاوبتك. تفضل سي بنزكروي. لان كنستمروا في النقاش. سيد الوزير الاسكان يعني مزيان سولوه على القطاع ديالو، يعني القطاع ديال السكنه والتعمير، يعني السكنه وسياسه المدينه. السكنه وسياسه المدينه يعني هو من القطاعات المهمه، يعني لا شك انه كانت هناك واحد حيويه وحركيه على المستوى القانوني، ولكن القطاع كيعرف واحد الازمه، يعني فقد عديد من المناصب ديال الشغل، واحد 70,000 تقريبا منصب ديال الشغل، واحد الركود يعني في القطاع بشكل كبير. يعني شنو درتوا كوزاره من اجل ان هذا القطاع ترجع ليه الحيويه اللي كانت عنده؟ اولا ما كاينش اي ازمه. الكلام على ازمه يتعين انه ينسب. علاش؟ لانه هذا قطاع اللي بفضل واحد العدد ديال الاجراءات اللي تم اتخاذها اساسا اجراءات جبائيه في المجال ديال السكن الاجتماعي، اي اللي كيتباع ب 25 مليون اساسا، اللي اعطى صفر ضرائب باش نكون وجيز، بمعنى ان المنعشين العقاريين ما يخلصوا والو بالنسبه للسكن الاجتماعي ديال 25 مليون. اعفاءات. طيب اعفاءات كامله ما يخلصوا والو، حتى شي ضريبه. طيب هذا الامر عطاه واحد القفزه نوعيه للقطاع لمده سنوات. وكان عجز في فئات معينه اللي قادره انها تعدي هذا ال 25 مليون. تبنات اليوم يمكن لي نقول لك بانه غير من 2010 ما كنتكلمش على ما قبل الاعفاءات الجبائيه، الاعفاءات الجبائيه بدات في 2010. تبنات او في طور البناء الان ستسلم هذه السنه او السنه المقبله 520 الف وحده سكنيه شقه من هادو ديال 25 مليون. 520 الف وحده سلمت اليوم ما يناهز 300 الف تسلمت. شنو تقولوا السيد الوزير؟ انا جاي غير باش توضح. 300 الف تسلمت. طيب والشيء الاخر غيجي، بمعنى انه في عدد من المدن هذاك النسبه اللي كنا كنعرفوها ديال التقدم ديال النمو برقمين 11% 12% كنوصلوا الان الى نوع من الاشباع، لان الفئات اللي يمكن لها تخلص هذا الشيء في عدد من المدن راه حنا وصلنا الى اننا نقدموا لها هذا المنتوج. ضف الى ذلك ان الابناك مع الاسف الناس اللي كيولجوا لهذا السكن خاصهم القرض، خاصهم يحصلوا على قروض. اليوم الابناك كتعتبر بانه الناس اللي بقاو جزء منهم، بعض الابناك تعتبر بانه فيها مخاطر انها تعاود ترد الاموال اللي كتقترضها، ولو ان هناك صندوق ديال الضمان اللي كتاديه الدوله اللي سميتو الفوغاري. اذن بالرغم من ذلك هناك تقاعس على تسليم القروض للمواطنين في عدد من الاماكن مما يؤثر سلبا حتى على سياستنا في محاربه مدن الصفيح وجميع اشكال السكن غير لائق. ولنا وهذه العشيه فقط كان عندي اتصال بالمنعشين العقاريين باش اللي هما براسهم طالبين هما وعارفين منين جاي الداء، طالبين ان نجتمع مع الابناك من اجل ان تستمر الابناك في مواكبتي، لان هناك مساله ماشي منطقيه. كيف لهذه الابناك انها تسلم قروض بمئات الملايين ديال الدراهم الى المنعشين العقاريين باش يبنيوا هذا النوع من المنتوج، وما تعطيش اللي غيشريوهم القروض باش يشريوهم؟ طيب والجوده، بعد كان نقاش ايضا على الجوده ديال هذا السكن ديال 25 مليون. كنشوفوا حتى حنايا دابا بزاف ديال الشكايات المواطنين اللي كيتفاجئوا بهذيك النوعيه ديال هذاك السكن ما يسمى بالاقتصادي، اللي فعلا بعض المرات كيتساءل واش فعلا خصو يسوى 25 مليون او اقل بكثير. واش قمتوا باصلاحات فيما يخص هذا الاطار؟ اعتقد ان بعض المعلقين واحد التساؤل، الا ما كانش ازمه السيد الوزير، علاش هذا التنويع العرض السكني عبر استراتيجيه ديال الدور المعدل للكراء؟ طيب هناك التنويع، هناك بعض المتتبعين للمساله العقاريه في البلاد اللي قالوا بانه
ربما ان الخاصيه ديال هذه الحكومه هو الاهتمام بالجوده اكثر من الاهتمام بالكم. طبيعي. الان حنا وجدنا واحد السياسه معينه، من الضروري انا اقول بكل وضوح بانه عرفت نجاح كبير، وهي ناتجه على تجارب سابقه ديال حكومات سابقه واستمرت الى يومنا هذا. وطبيعي الواحد لما كيوجد شي حاجه اللي مزيانه يستمر عليها علاش يوقفها، واللي الا شي حاجه اللي ماشي مزيانه كيحاول يعالجها. من ضمن الامور اللي كانت موجوده فعلا هو انه كان واحد نوع ديال الانحراف على هذا المستوى، عدم احترام دفاتر ديال التحملات، بناء في غير المستوى المنتظر، تجهيزات عموميه ماشي بالشكل الكافي، احياء هكذا اللي كتنبع في عدد من المناطق دون ان تكون مرتبطه بباقي بما تبقى من المدينه. ومن الامور اللي اليوم صبحات استطعنا اننا نتغلبوا عليها، اولا حتى تحسن اساسي ديال الجوده، اساسي حتى المنافسه بدات تلعب. كتاكدوا تحسن، كنتكلم على اللي كيتبنى اليوم، هناك امور اللي كانت من قبل فعلا في هذا المشكل. تحسن كذلك على مستوى جودة الخدمات المقدمة. تصوروا أنه اليوم كاين بعض السكن الاجتماعي اللي فيه، ولو أنه ماشي مفروض دفتر التحملات، اللي فيه المصعد، كاين الآن سكن اجتماعي اللي فيه المطبخ مجهز كويزين إيكيبي. هذا تطور، بمعنى المنافسة بدأت تلعب. بالطبع الناس اليوم بدأوا كيشوفوا حتى المواد اللي كيستعملوها في البناء، بمعنى أننا نصل تدريجيا إلى الجودة. قيس على ذلك بالنسبة للتجهيزات العمومية، ما كاينش شي واحد كيدير اليوم شي مشروع وما كيتفرضش عليه أنه يدير على الأقل 3-4-5 ديال التجهيزات العمومية، إما مدرسة، إما دار ديال الحضانة، إما مركز صحي، إما دار للفتيات، إما كذا. هذا الشيء كذلك ولا ضف إلى ذلك بأن هاد المنعشين العقاريين كلهم كيساهموا في بناء الطرقات، في ربط الأحياء الجديدة بما تبقى من المدينة، بمعنى أن هناك تطور على مستوى إدماج السكن الاقتصادي والاجتماعي في هذا النوع ديال السكن. بالنسبة للتنويع، طبيعي أننا نفكروا في التنويع في اتجاهين اثنين. أولا قلنا السكن المتوجه للفئات المتوسطة. أنا كنعترف اليوم بأنه الأعداد 4000 تقريبا اللي تقترحت علينا وراه جزء منه في طور البناء، لكن غير كافي، علما بانه ما غنوصلوش لمئات الالاف، لانه السكن ديال الفئات المتوسطه ما مطلوبش بنفس الحجم. ولكن كنا ننتظر عشرات الالاف. المنعشين العقاريين ما انخرطوش بشكل قوي، لان هذا المنتوج هذا ما فيهش الاعفاءات الجبائيه، وهما تعودوا ربما على نسبه ديال الربح اللي اكبر. فبالتالي احنا ما زلنا كنقلبوا على كيف يمكن انهم ينخرطوا اكثر، خاصه ان العقار اصبح نادر على مستوى داخل المدن في وسط المدن. الثالثه السكن الموجه المعد للكراء، هذه من الامور الان كذلك التي نسعى الى تنويع العرض بها، بمعنى انه ماشي كل شيء عنده الامكانيه اليوم انه يشري. ازيد من 70% ديال المغاربه اللي عندهم في هذا الشيء اللي كتبولوا في الحاضره، اللي كتشوفوا في الحاضره ديال 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 السكن في المغرب كيملكوا. وهذا هي هذا الواقع ديال المغرب ملاك. فهذا الامر هذا كيجعل اننا كنكبتوا بهذه الطريقه الحركيه الاجتماعيه والحركيه الاقتصاديه والحركيه المهنيه. كاين حديث على دعم مباشر لهذه الفئات فيما يتعلق الكراء. نعتقد انه الكراء الاجتماعي هو مشروع اساسي كتشتغل عليه اليوم الوزاره، من اجل انه فعلا نمشيو في الطريق اللي مشات فيه بعض الدول الاخرى. مزيان التملك، لكن هناك فئه اللي خصنا نقدموا لها عرض مناسب جيد قابل للسكن واللي يكون في ثمن في هذا الاطار. السيد الوزير كاين اللي ينتقدكم في ما سميتموه بالكراء الاجتماعي، كيقول لكم السي نبيل بن عبد الله وزير السكنه وسياسه المدينه، في نهاية تقريبا العمر ديال الحكومة جاب فكرة، نرى ما مشروع، انتم اكدتوا في الحوار ديالكم اللي درتوا هذا الأسبوع في جريدة المساء، إنما مشروع قانون، ما يعني مجرد فكرة بغيتوا طرحتوها النقاش ديال الكراء الاجتماعي، وبقات يلا واحد السنة ونايف الانتهاء هذه الحكومة، يعني ماشي شي حاجة اللي ممكن تتحقق لا آجلا ولا على المستوى المتوسط. واش هذه يعني انت منشط السي يعني الحملة الانتخابية المقبلة؟ انت صحفي مقتدر السي تيجيني، وإذا سمعت هذا الكلام كان عليك أن تتحقق، لأنه
هذه هي حكومة اللي دوزت في القانون المالي ديال 2013 اللي كيتطبق في 2014، ثم في القانون المالي ديال 2014 اللي كيتطبق في هذه السنة دوزت إجراءات بعينها في موضوع السكن المعيد للكراء. شنو هي هذه الإجراءات؟ هو أنه بالنسبة للمنعشين أو للشركات اللي يمكن تشكل وتشري عند المنعشين العقاريين واحد العدد معين ديال الشقق اللي توجهها للكراء عندها في 2013، هذا الشيء اللي قلنا عندها 8 سنين تستغلها في الكراء، ولما تجي تبيعها عندها امتيازات على مستوى الضريبة على الربح العقاري. ساين انت كتقول لي لا، قلت لي عاد جبتها. طيب بالفشل. طيب في هذه السنة هذه عدلنا القانون المالي وقلنا غير 4 سنين ورفعنا من السقف، كنا دايرين 1200 درهم بالنسبة ل 250 ألف درهم الشقة اللي كتشرب 250 ألف درهم، ورفعناه باش يمكن يوصل حتى ل 2000 درهم، وقلنا بالنسبة ل 140 ألف درهم يمكن يدوز من 700 إلى 1200 درهم، وما زلنا نشتغل وما زلنا نشتغل. يا سيدي يا سيدي اسمح لي الله يخليك، أنت كتقلب غير على هذه الكلمة. واش أنت عملوك صحفي باش تجي هنا تقول 10-15 المرة الكلمة ديال الفشل؟ أو عملوك أنك كذلك تبرز بالنسبة للشعب اللي كيتفر اللي كيتصور اللي كيسمع طيب أن هناك نجاحات؟ طيب هل يمكن أن تسطر على النجاحات؟ هل يمكن أن تقول كذلك بأنما هذه الحكومة نجحت في هذه ونجحت في هذه ونجحت في هذه؟ أنا كنقول ملي كتكون الشيء طيب ما كتقولهاش ما كتقولهاش والو لما بديتي في هذا البرنامج وأنت كتكلم بشكل آخر. طيب 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 أنا ما نسمحلكش أنك تقول الفشل. من ما كتكونوش هنا سيد الوزير، الاغلبيه سيد الوزير ما جاوبتنيش على واش هناك حديث على تخصيص دعم لهذه الفئات. هذه المساله ديال الدعم طرحناها ونناقشها مع وزاره الماليه، ولكن مطروح فيها نقاش فعلا. علاش؟ حنا قلنا بانه يتعين مساعده الفئات المعوزه مساعدتها، واننا نعملوا بما هو موجود في عدد من الدول في اوروبا مثلا، تعويض على الكراء. لكن كيطرح لنا نفس الموضوع اللي مطروح بالنسبه للدعم المباشر لما تطرح في النقاش، شكون هي الفئات؟ في اي حدود ديال الدخل؟ كيف يمكن ان نتعامل مع هذه الاسر؟ شكون يستفد شكون ما يستفدش؟ فعلا عندنا هذه الفكره. الان احنا نطمح الى ايجاد جواب، طالما ان ما وجدناه صعيب اننا نقرروا دعم اللي ما نعرفوش لمن يتوجه وكيف سيتوجه. اللي كيهمنا الان هو اننا باش نتجاوزوا المحدوديه ديال القرارات اللي خديناها، وكون ان القطاع الخصوصي هذا اللي كتسميه فشل، احنا كدوله ما يمكنش احنا نتحملوا البناء بحال اللي عملنا في السكن الاجتماعي، خصنا نفتحوه للخصوصي باش ينجح. اسمح لي باش ينجح. قلنا خصنا نساعدو ونأسسو الى اليه اللي تمكن انها تبني وتساعد على بناء هذا السكن المعد للكراء، وعاد تجيب الخواص انهم يدبروا هذا الامر. اسمح لي نوجه واحد النقد موضوعي فيما يقصد الاطار. تفضل. نعم غير اعطيني خاطرك السيد الوزير، عندك الوقت الكافي انك تجاوب. تفضل. علاش انتم ما اعترفتوا بالفشل كما قلت في الحوار اللي عملتوه مؤخرا مع جريده المساء؟ غنقول لك علاش. وتجاوز وضح تجاوز. انا نوجه لك سؤال. الناس وبعض المنعشين ايضا العقاريين وبعض الشركات اللي انتم كتوجهوهم لها كيقول لك هذا المنظور ديال السيد وزير السكنه انه يجيب واحد الفكره يعني ديال العهد القديم، واحد الطريقه ديال العهد القديم، يعني تقريبا بحال الاحزاب الشيوعيه القديمه، كيجي وكيفرض عليك السومه الكرائيه، كيقول لك انتم غادي تديو وغتكريو بقده. بلا ما يتصور معنا، بلا ما يناقشنا، بلا ما ياخذ الاقتراحات ديالنا. هذا الشيء شكون هادو؟ والناس اللي مهتمين وباغيين انهم ينخرطوا في هذه العمليه ديالكم. شكون هاد الناس؟ ايوا انتم دابا هذا السؤال انا طرحته لكم، واش ممكن تجاوبوا عليه؟ انكم تجاو تفرضوا عليهم السومه. وانتم قلت لي في 2012 2013 الله يخليك لينا كون جديين. تفضلوا. ولان انا ما كنتوجه لك حتى بشكل شخصي. انا السؤال ديالك في القطاع وصافي السيد الوزير. الله يخليك. لما كتقول لي هاد الناس، انا ما عرفتش على من كتكلم. ما كاينش شي اجراء اللي كتعملوا هذه الوزاره على غرار عدد من الوزارات الاخرى اللي ما كتناقشوش مع المهنيين بشكل مباشر، اللي ما كتسعاش الى اقناعهم بضروره ان يتفاعلوا معه. هاد الناس اللي كتقول اننا فرضنا عليهم، هاد الناس هما اللي طالبوا بانه نرجعوا السومه ديال الكراء، وبان 1200 درهم كسقف ما يمكنش تكون. اذا نستمع الى هؤلاء
لما راجعنا ودرنا 2000 درهم استمعنا إليهم، ولما راجعنا بالنسبة ل 140 ألف اللي كان 700 درهم ورضيناه ب 1200 درهم، إذن استمعنا إليهم. إذن هذا الأمر هذا غير موجود. ما نحن بصدده اليوم هو أننا نتمكن من إنتاج هذا النوع من السكن، وهذا غيعطي واحد دفعة جديدة للقطاع ديال السكن في البلاد. سيد الوزير، يعني تقرير المجلس على الحسابات الأخير 2013 أرصد واحد عدد الاختلالات، وعلى مستوى صندوق التضامن يعني للسكنة التابع لوزارتكم أو على مستوى شركة العمران في الرباط، يعني قلتم بأنه صرحتم بأنه أحد الملفات هذه الاختلالات ستحيلونها على القضاء، ولازل الرأي العام ينتظر يعني ماذا فعلتم معالجة هذه الاختلالات. هذا من جهة. ومن جهة ثانية هناك موضوع آخر، اختلالات أخرى لم تذكر في هذا التقرير تتعلق بمعاناة حوالي 1000 من المواطنين من شركة في مدينة تمسنا، وهذا الموضوع كنت سعيت أنكم صدرتوا حكم من المحكمة الإدارية بالرباط من أجل أن العمران تأخذ هذه الأرض وتولى البناء. منذ 2009 هذا المشكل مطروح، إلى حد الآن يعني ما حليتوش هذا المشكل، فين وصل وشنو درتوا فيه؟ عطفنا على هذا السؤال باش ما نبقاوش في هذا المشكل بالذات اللي هو مهم، ولكن نتكلموا أيضا على الإشكال ديال المدن الجديدة تمسنا تمنصورة إلى آخره، واش كاين شي استراتيجية اللي الاختلالات ديال العمران موجودة. موجودة إلى جانب عدد من النجاحات. هذه شركة اللي اشتغلت في مئات المشاريع منذ نشأتها، وهذه شركة اللي ورثت ما كان يسمى بليزيراك، ورثت لاني الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، ورثت لاسنك الشركة الوطنية للتجهيز والبناء. وبالتالي طبيعي أنها لما ورثت هذا الشيء هناك ملفات اللي في بنائهم في وضع هذه الملفات وهذه المشاريع ما كانش حتى الأرض مصفية، ما كانش في بعض الأحيان حتى الطريقة ديال التمويل ديالو صحيحة، وهو ما يجعل أن هناك عشرات الآلاف ديال الرسوم العقارية ما تسلمتش إلى يومنا هذا. هذا ورث. مع ذلك عالجنا عشرات الآلاف الآن من الناس منذ 2012 تسلموا الرسم العقاري ديالهم. هذا عملية إصلاحية قامت بها هذه الحكومة من أجل معالجة إرث عدد من المشاكل التي كانت عالقة إما في المحافظة العقارية إما في مجالات أخرى، عالجناها، وباقي قضايا أخرى وعدد من الملفات الأخرى فيها نجاح وفيها استمرار. تقرير المجلس على الحسابات. أنا جاره هو علاش كنهضر؟ هذا راه تقرير المجلس على الحسابات. المسألة ديال المرتبطة ببعض بعض الملفات اللي مطروحة في هذا التقرير ديال المجلس على الحسابات. فعلا هناك إشارة إلى واحد التعاونية، واحد الودادية في الهرهورة. ولكن بغيت نقول لكم بأنه في التجربة ديال العمران وديال ليزيراك من زمان راه ما كاينش غير هذه. المجلس على الحسابات وقف على هذه، الا كنا غنصيفطوا للمحكمه نصيفطوا هذا الشيء كامل اللي داز. طيب 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 الان انا قلت المحكمه في هذا الموضوع فعلا، ولكن هناك الان عمل كيقوم به المجلس على الحسابات، والرئيس ديال المجلس على الحسابات بنفسه صرح بانه يتعين ان يذهب العمل ديال المجلس على الى نهايته، وهناك تحقيق اللي جاري الان مع اصحاب هذا المشروع اللي فعلا على الاقل مساله للناس. تقبلتهم وهضرت معاهم وقلت لهم عندكم واحد العيب اساسي بعدا في هذا الامر، هو انه اللجنه اللي كانت كتحدد الصومه ديال التفويت ديال الارض لكم فيها ثلاثه ديال الناس اللي هما في نفس الوقت اعضاء في الوداديه ديالكم. هذا تضارب ديال المصالح، ما فيه نقاش. طيب الان كننتظروا النهايه ديال العمل ديال المجلس على الحسابات، وانا ذاك سنتعامل سنرى كيف يتعين التعامل القضائي. محاربة دور الصفيح سيد الوزير، محاربة دور الصفيح. اطرح لي أسئلة أخرى. محاربة الأيلة تنسنا بزاف سيد الوزير. السيد بن حليمة عنده دور الأيلة للسقوط ومحاربة دور الصفيح، واش كاين شي استراتيجية؟ أنا بغيت غير نقول جملة على تمسنا. تمسنا حركنا، الجميع يعترف بذلك، واعتمنا بالموضوع وحركناه، لكن استقلالية القضاء اللي كتكلموا عليها جعلت أن ربحنا باش ناخذوا الملف من شركة اللي هي مغربية فرنسية،
وشركة أخرى اللي هي ماليزيا. بالنسبة لماليزيا هناك تحكيم غيصدر في نهاية يوليوز، كان غيصدر في نهاية الشهر الماضي، غيصدر في نهاية يوليوز، ننتظر التحكيم. بالنسبة للشركة ديال المغربية الفرنسية ربحنا في الابتدائي باش ناخذوا المحل ونكملوا الأشغال ونسلموا للمواطنين، مع الأسف كان هناك استئناف وربحونا في الاستئناف ونحن نواصل. على مستوى الوزير ناصر الشجر الله يخليك باش نستمر. سي بلشجر ما بقناش الوقت بزاف. سي بلشجر حتى وصلت رساله للديوان الملكي عدم التحرك، يعني هذا مطروح منذ مده. لا ابدا ابدا ابدا. سي الوزير الناس اللي ساكنين دابا في تمسنا وفي تمنصور الى اخره، واش انتم متفائلين على المستقبل ديال هذه المدن الجديده؟ المدن الجديده ما كاينش في شي عالم، ما كاينش شي واحد في العالم سول الخبراء ديال التعمير الى غير ذلك لما كتبدا مدينه جديده وكيقول عليها انها ناجحه، ما كايناش لا في امريكان ولا في فرنسا ولا في المانيا. كيفاش كتشوف اذا هذه المدن مستقبلا؟ اسمح لي، علاش؟ لان مدينه جديده باش تعيش، مدينه جديده باش تعيش خصها 20 25 30 عام. نعطيكم مثال حي، علاش حتى شي واحد ما كيتكلم على نجاحه؟ هذا راه المغرب اللي نجح فيه، حي الرياض لما بدا، بالنسبه للناس اللي كيتذكروا ذلك، حي الرياض لما بدا كان الطاكسي كيرفض انه يمشي له في الربعه د العشيه، اما في الليل ما يناقش معك. ما كان فيه سكن فقط ديال بعض الناس كيسكنوا، ما كانش فيه بيسري باش تشري فيه شي شويه ديال الامور اللي تدخل للبيت باش تقضي بها. اليوم حي الرياض ولكن 30 عام من قبل نجاح، جزء جديد من المدينه ناجح. تمسنا ما يمكن لهاش تعيش في 7 سنين 8 سنين، فيها المشاكل المرتبطه ببدايه اي مشروع سكني، اي مشروع ديال المدينه، تجهيزات غير كافيه، السكان كيعانيو، مشكل ديال النقل، مشاكل كثيره. ولكن علاش ما كتشيروش ال 560 مليون ديال الدرهم اللي عملناها، اللي جعلت اننا درنا الطريق الاولى ونهيناها ودرنا الطريق الثانيه اللي كتربط بتمارة، والان كنبنيو الجزء الاول ديال الطريق اللي كتربط مع الرباط هنهيناه، الجزء الثاني هو في طور البناء، والجزء الثالث ننتظر. علاش؟ لان خصو يدوز في المنطقه الخضراء اللي كتفصل بين الرباط وتمارة. بمعنى ان هناك تجهيزات عموميه كثيره الان دخلناها، من ضمنها التزام مع وزاره الصحه من اجل ان يكون هناك مستشفى، هناك تمديد ديال الجامعه المغربيه، تخرج جزئيا، جزء منها غيخرج من الرباط وغيمشي لتمسنا، بمعنى اننا كندخو امكانيات جديده باش هذه المدينه تعيش. لكن الوقت خاصنا الوقت، ما بقيناش بزاف ديال الوقت غير الله يخليك. دور الى السقوط، احصاء ديال وزاره الداخليه 43,000 منزل مهدد بالسقوط، انتم يمكن في ظرف ثلاثه سنين ولا ثلاثه سنين ونص عالجتوا واحد 12,000 حالة، ما كيبانش لكم أنه عدد قليل، خاصة أن هذا يهدد حياة الساكنة؟ وكاين هناك الحديث على التفكير في واحد الاستراتيجية، استراتيجية لإحداث وكالة. أشكركم على على على, على هذا السؤال. أولا بكون أنكم كتقولوا بأن ما عالجنا واحد 12,000 أو في طور المعالجة، هناك 21,000 22,000 الآن ديال الحالات من 43,000 اللي حصتها وزاره الداخليه في 2012 من بعد انهيارات اللي عرفناها، اللي مغطات كامله باتفاقيات، وما تبقى سنعمل على تغطيته في غضون هذه السنه. باش نعالجوا 43,000 وحده ضربه واحده في سنه او سنتين مستحيل، من يقول ذلك غيكذب على المواطنين. خصنا الوقت الكافي الى ذلك والامكانيات الماديه الى ذلك، لان الامر اليوم الحسابات اليوم كتطلب منا 7 المليار ديال الدرهم الا بغينا نعالجوا هاد 43,000، اذا فرضنا اننا غنعالجوها كامله، بمعنى ان عندنا القوه ديال التدخل والاليات والشركات اللي يمكن لها تدخل، اما باش ترمم، اما باش تريب، اما باش ننقلوا الناس اما الى شقق اما الى بقاع ارضيه. 7 المليار ديال الدرهم الان من اجل الوصول الى ذلك بشكل اسرع، غدا بعد غد غيدوز قانون اساسي من المنجزات الكبيره بالنسبة لهذه الحكومة، غيتعرض على الحكومة القانون ديال معالجة الأي للسقوط والتجديد الحضاري، إضافة إلى إحداث وكالة خاصة بتتبع هذا الموضوع. وبذلك نتمنى أننا نعطي وطفرة، أولا غنتحكموا في طريقة التدخل. اليوم عندنا مشكل حتى في إفراغ الناس، باش نفرغوهم ما عندناش مرجعية قانونية كافية إلى ذلك. جوج، إلا بغينا نقيسوا في شي مبنى عندنا مشكل من الناحية القانونية. اليوم بهذا القانون غنتمكنوا من اننا نحلوا هذا الموضوع، اضافه الى اننا غنوفروا واحد الاليه ديال التدخل اللي غتمكن من انها تسرع ما نحن بصدد القيام به. اريد التنويه على هذا المستوى بما يجري الان بفاس، مشروع هائل ضخم
اللي حقيقة كنتمكنوا من خلاله أننا بحكم تضافر الجهود ديالنا ديال وزارة الداخلية ديال وزارة الثقافة ديال وزارة الأوقاف ديال وزارة الصناعة التقليدية أننا نعالج 27 مبنى تاريخي في مدينة فاس في المدينة ديال فاس ونعالج 3666 دار بمعالجة مباشرة. سيدنا عبد الله شوف خليناكم استفدتوا في يعني الكلام على الحصيله ديالكم هذا هو علاش كنجيبوا لكم البرنامج ما بقناش الوقت بزاف على الحصيله ديال الوزراء الاخرين ما فيها غادي تجيب الفرصه ونعرضهم واحد بواحد الا سمحتوا لنا الا بغيتي بس شكرا. عندنا واحد جوج دقائق بعض الاسئله واش غادي تقدموا الانتخابات مثلا الجمعيه المقبله كسي نبيل بن عبد الله الا قرر ذلك الحزب ديالي انا راه الاشاره ديالو القانون التنظيمي المتعلق بالجهاد اللي تم تصوت عليه داخل مؤخرا في البرلمان كان واحد النقاش على المستوى الدراسي ديال اللي خص يتوفر عليه المرشح لرئاسه مثلا الجهات تقدم الشيء للاسف يعني ما حصلش واحد الوفاق او التوافق على مستوى دراسي معين ما حصلش فعلا ما حصلش كيفاش كتشوفوا انتم ما حصلش يمكن لي نقول لك في انه في وسط الحزب عندنا كان عندنا حتى حنا نقاش كان اللي كيقول لا ما يمكنش ما نفرضوش واحد المستوى دراسي معين سواء تعلق الامر بالرئيس ديال الجماعه او تعلق الامر بالرئيس ديال الجهه وكان عندنا في الحزب عاد مشينا للاغلبيه اللي كان عندها نفس النقاش كذلك داخل الحزب. سي نبيل بن عبد الله كيفاش شنو كيشوف؟ شخصيا اعتقد انه استمعت للجميع وقلت بانه كان هناك راي الذي يقول هذا امر يعود اساسا لقرار الاحزاب، الاحزاب اللي خصها تحترم نفسها رمضان رمضان والتلفزيون العمومي خاصه انتم كنتوا وزير اتصال ناطق رسم الحكومه في الحكومات السابقه غادي يعاود دابا رمضان وغادي تكون مسلسلات وانتاجات دراميه وطنيه الى اخره دائما نفس النقاش من بعد رمضان كيوقع واحد النقاش شي كلمه في هذا بحكم التجربه ديالكم كتشوفوا التلفزيون العمومي في رمضان دائما في رمضان وفي غير رمضان رمضان كيكثر الكلام على التلفزيون لانه ربما نسبه المشاهده ديال القنوات المغربيه اللي البعض كيقول بان ما كيشوفها حد من الغرائب لانه ما كيشوفها حد وكل شيء كينتقدها معناه ان كاين شي حد كيشوفها باش ينتقدها ثم ربما انه انا دائما تساءلت وكان هناك شي جهه معينه ترفض ان تتعامل مع الطاقات الفنيه اللي موجوده في المغرب الان يتبين بانما هذا الامر ما موجودش على اي حال وبانه اللي عندنا موجود كيتم التعامل معه هناك واحد الميول كنت اتساءل حتى لما كنت وزير الاتصال كنقول لهم علاش بالضروره 80% 90% من الانتاج اللي كيكون في رمضان يتجه نحو الفكاهه علاش واش رمضان المغاربه ما كيبغيو يشوفوا غير هذا الشيء واش ما يبغيوش يشوفوا مسلسلات تاريخيه حول التاريخ ديال المغرب حول تاريخ المقاومه حول الامور اللي يمكن تهم المغاربه كذلك واش ما يمكنش نديروا واحد العدد ديال البرامج عندها طابع اخر يبدو ان هناك استمرار الى حد ما في هذا الاتجاه ما يمكن اننا ننتجوه على هذا المستوى مع الطاقات الموجوده في المغرب هو اللي كيتنتج هو اللي كيتقدم للشعب المغربي راه ما مخبينش عليكم شي حاجه ولا كنطمسوا شي وحدين كنقولوا لهم ما تخدموش راه احسن ما يمكن ان يقدم يقدم هذا هو المنتوج الذي يقدر عليه الشعب المغربي والطاقات الفنيه ديالو واريد ان اقول على هذا المستوى بان هناك تحسن تحسن كبير ناس كتشتغل فنانه وفنانين كينتجوا عندهم قدرات ويتعين ان نفتخر بهم ويتعين ان نشجعهم بدعم الدوله بدعم الدوله نشجع الابداع الفني بدعم الدوله سي نبيل بن عبد الله الامين العام للتقدم والاشتراكيه ووزير السكنه والسياسه المدينه كنشكروك على سعة الرحب ديالك وعلى الصبر ديالك وعلى المشاركة ديالك كنشكر الإخوان الصحفيين سي عبد الحق بن شقة صحفي بجريدة أخبار اليوم والزميل جلالي بن حليمة صحفي بجريدة أحداث المغربية كنشكر الحضور الكريم والسادة المشاهدين كنقول لكم يعني رمضان مبارك سعيد والبرامج السياسية سوف تستمر على قناة الأولى في شهر رمضان انتظرونا الأسبوع المقبل مع الزميل عبد الرحمن العداوي في قضية وراء وأنا من بعد إن شاء الله بحول الله في 30 يونيو إلى ذلك الحين أقول لكم إلى اللقاء